عندنا كانت عندنا الدار وكل شيء فيها، عندنا فيها 1000 متر. 1000 متر احنا السيد الورث وعشرين عام وحنا في المحكمه فيها. وداها دابا سوى ما اللي بغى هو. داري في الارض ديالكم شحال من عام وانتم دخل المحافظه وكل شيء. دخل المحافظه وكل شيء راه كيبني دابا ما عرفتش. وداها لك؟ مشات. دخل المحافظه. الثمن دار لها 70 الف فرنك المترو. واش هادي؟ محسوب على المقاطعه ما غيرش يسير عثمان. نصاب دنا البلاد هكا بالثمن اللي بغى. والبلاد نصاب ما عرفناش حتى السيفه ديالو ما عرفناش كيف. شحال في هذا؟ 70 الف فرنك المترو. شحال في هذه الارض؟ في 10 اختارات. 70 الف فرنك في الدار البيضاء. واحد البلاد دانا واحد نصاب نصب علينا. واحد البلاد دانا واحد نصاب نصب علينا. والبلاد نصاب ما عرفناش حتى السيفه ديالو ما عرفناش كيف. نصاب دانا البلاد هكا بالثمن اللي بغى. الثمن دار لها 70 الف فرنك المترو. واش هادي؟ محسوب على المقاطعه ما غيرش يسير عثمان. وتالف؟ مشات. دخل المحافظه وكل شيء. دخل المحافظه وكل شيء راه كيبني دابا ما عرفتش. داري في الارض ديالكم شحال من عام وانتم؟ 20 عام وحنا في المحكمه فيها. وداها دابا سوى ما اللي بغى هو. شحال في 70 الف فرنك المترو. شحال في هذه الارض؟ في 10 اختارات. 70 الف فرنك المترو في الدار البيضاء. في الدار البيضاء. وهذا المجال الحضاري. كيفاش حكمتي المحكمه؟ ايوا سيدي قالوا العقود ما عندنا وشوف انا فرنك المجال الحضاري. الارض شحال كدير المتر كار؟ وراه تقريبا كدير شي 400 الف فرنك. كيفاش من 400 الف فرنك نزلت؟ ايوا سيدي هذا الشيء اللي دار هذا السيد. دخل بالوعد ديال البيع باش دخل وبدا يشري ودار السمساره من من منه وبداو كيشريو يجيبوا الناس والناس ملي كيجيب بعض الناس كيعطيهم مليون. السمساره كيعطيه مليون. وانتم ضعتوا في الارض ديالكم دابا حنا دابا ضعنا في البلاد ديالنا وباقي ما تخلصناش. وهذا مول عيش عقاري ولا شنو؟ وشكون يعرفوا راه كيبني دابا حنا ما عرفناش السيفه ديالو كي داير. لا كيبني تما؟ راه كيبني دابا. على كيبني بكل. شحال عندك انت في هذه الارض؟ عندنا فيها 1000 متر. 1000 متر. احنا السيد الورث. 1000 متر. عندنا كانت عندنا الدار وكل شيء فيها. حيتكم؟ حي 70 الف فرنك. حي كل شيء. شنو كطالبوا اليوم الشري؟ لا كنطالبوا الحقوق ديالنا. كنطالبوا الحقوق ديالنا. شنو هي الحقوق اللي كطالبوا؟ تمشي بالسومه باش كاينه دابا حيت كاين داير. توقف. ما درنا والو دابا حنا يلا. وقفنا. وقفنا دابا غادي نديروا شي شكايه للوكيل العام في الرباط وصافي. شنو اللي بان لي؟ الارض كتسوى ثمن. وخذها بالثمن. واش دار لها الترامي ولا خذها عنده كان عنده شي؟ وراه بحال دار لها الترامي هذا اللي عامين هذه وباش دخل. ودار الوعد بالبيع راه ما كاينش هذيك الحجه ديال 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 الوعد. الوعد بالبيع شرح الناس. دابا ها الوثيقه ما عندي تتقرا ما وصلت. دابا دار لهم وعد بالبيع. من وعد بالبيع ومشات. 70 الف فرنك. 70 الف فرنك المترو. والله يشهد. درتي محامي درتي. محامي مشى معاه. محامي توا تواطأ معاه ما قال لي ما نقولش السومه شويه توا قبل السومه كيقول له شاب. ما كاينش شكون اللي حدد السومه ديال 700. هو اللي حددها للمحكمه. هو اللي حدد المحكمة. الخبير توا تواطأ معاه ودار له 70 الف فرنك. 70 الف فرنك. ملي مشيت انا عند الرئيس قال لي يا سيدي ماشي شغلي انا هادشي. الرئيس اللي دوز الملف قال لي انا ماشي شغلي قال لي الخبير هو اللي كي هو اللي دا قال لي هو اللي حكم بالسوق. بناء على الخبير مشات لكم الارض مشى التاريخ مشى كل شيء. مشى كل شيء. شحال شريتوا انتم؟ احنا انا وارث من عند الوالد ديالي الوالد شاريها في الربعينات في الثلاثينات. وهذه ارض كانت فلاحية. ارض فلاحيه وكان فيها داير فيها الكسيبه ودير فيها كل شيء الوالد الله يرحمه كان مقاوم الوالد. 70 الف فرنك. مشات 70 الف فرنك مشات. وين تحكمت 70 الف فرنك باش حسيت انتم؟ وحنا مرضنا باش نحسوا احنا مرض باقي دابا مرض باش اللهم انا هذا منكر. فاش كاين المنكر؟ المنكر كاينه في السومه. السومه ماشي هي غير معقوله. المشكل كاين في السومه. السومه غير معقوله. واش كطالبوا اليوم؟ دابا كنطالبوا الحقوق ديالنا. كنطالبوا المسؤولين يتدخلوا في اقرب وقت. درتوا شي حاجه؟ هو اللي المحكمه اللي دارت لنا النقد ولا يجي هو. المحكمه بقات حاكمه ب 50 الف فرنك لشهاده هذا. هذه عامين ذهب باش ما بغا هو وصل. حسيتوا بشي حاجه مثلا؟ ومعلوم راه ملي كتمشي لك ديالك راه غادي تسطى ماشي غاتحس. غاتمرض. كنتي معول على كنا معولين على واحد الثمن يكون مناسب اللي غادي يرضي. وراه دايره 400 الف فرنك المترو 350 الف فرنك.
حين تيتر واحد. تيتر فرونسي كيما. كيتسمى تيتر واحد اللي كاين كيتسمى كيتسمى بلاد سعادنا. محسوب على المقاطعة كيما قلنا. قدام المسيرة الأولى. كانت هي 13 القطار. ومني جا يعني نزل الملكيه اللي مصلحه عامه حيدوا منها ثلاثه وبقات 10 10 بحال 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 المزيد. زادت فيها الجامعه. نعم زادت فيها السكن ديال المسيره السكن الاجتماعي. هادشي المسيره فري هادشي مني كان سيدنا الله ينصرو الحسن الثاني هو اللي قبلته بداكشي ماشي مشكل على اساس ان راه منفعه عامه. اي ما يعني من جهه هذا المشكل يعني ديال هذه ثلاثه القطارات يعني فيها مصلحه عامه حنا فرحنا. انا فرحنا بزاف حتى حنا استفدنا معاهم. استفدت عطاونا البقعة هذيك الساعة ودابا ودابا راه مشات البلاد مشات هباء المنثور. كل شيء ضاع وبقى وجه الله. كل شيء كيبقى وجه الله بهم الله. ولا يدوم الا وجه الله سبحانه الا هو وكان خصم الله يجيب شي مسؤول اللي غادي يقف معنا. هادشي اللي غادي نقول لك الله يجيب شي مؤمن اللي غيقوم معنا باش ينتقم من هذا عدو الله. الله يديرك السجن.